والأمني ودور البيشمركة وتضحياتها واحتياجاتها ومنح الصلاحيات للمحافظة، فضلا عن حصة كركوك من تخصيصات البترودولار للعام 2014 والتي تصل إلى تريليون دينار ولم تستلم المحافظة منها شيئا. الدكتور نجم الدين كريم أشار خلال مؤتمر صحفي إلى أنه بحث أيضا أهمية مشاركة كركوك بمسألة النفط، مؤكدا أن كركوك ستكون حلقة وصل لتقريب وجهات النظر بين أقليم كردستان وبغداد. عقد محافظ كركوك الدكتور نجم الدين كريم مؤتمرا صحفيا بديوان المحافظة كشف فيه نتائج زيارته الأخيرة إلى العاصمة بغداد ولقائه بالرئاسات الثلاث وعدد من الوزراء والسفراء للتباحث حول الأوضاع الأمنية والاقتصادية وأوضاع النازحين، حيث وصف محافظ كركوك زيارته إلى بغداد بالإيجابية. التقينا بالرئاسات الثلاثة، نواب رئيس الجمهورية الثلاث، عدد من الوزراء منها الداخلية والارتفاع، وزارة النفط، وزارة التخطيط، وزارة المالية، وزارة الكهرباء. اللقاءات كانت جيدة جدا ومثمرة. التقينا بالسفير الأمريكي والسفير البريطاني والتركي. المباحثات كانت مع جميع الجهات، وطبعا جلسة طويلة مع السيد رئيس مجلس الوزراء. تطرقنا إلى الوضع الأمني في كركوك ودور البيشمركة في حماية كركوك وتضحيات البيشمركة واحتياجات البيشمركة، وهناك تفهم جيد من قبل السيد رئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الداخلية لهذه المسائل. طبعا بالنسبة للنازحين، تعرفون يعني السعودية قدمت 500 مليون دولار إلى الأمم المتحدة من أجل صرفها على النازحين، وتصور منظمة التعاون الإسلامي، هذا الاسم إذا أنا مو خاطئ، أبدت عن استعدادها بتقديم 500 مليون دولار أيضا، وكذلك دولة الكويت. فنحن ركزنا مع الإخوة وخاصة لجنة الإغاثة والإيواء بمتابعة هذا الموضوع بشكل مركز وجدي من أجل وصول هذه المساعدات وتشكيل هيئات لاستلامها، ونحن في كركوك بأمس الحاجة إلى هذه المساعدات، وإن شاء الله سوف يتم التركيز عليها. محافظ كركوك قال خلال المؤتمر الصحفي أن القادة السياسيين في بغداد كانت رؤيتهم لكركوك خاصة، وأنهم يقدرون ما تقدمه الإدارة لأهالي المحافظة والنازحين، وأن دور قوات البيشمركة في حماية أهل المدينة دور بطولي كما وصفه قادة بغداد، مشيرا إلى أن وزير النفط في الحكومة الاتحادية وعد زيادة حصة كركوك من مادة الغاز للمولدات الأهلية، وأن هناك حاجة ماسة لزيادة المولدات إلى 100 مولدة في المدينة، وقد وعد وزير النفط من جهته بمساعدة كركوك بهذا الشأن. سيد وزير النفط اطلع على طلب محافظة كركوك بازدياد عدد المولدات إلى 100 مولدة، وزيادة حصة المولدات من 5 لترات إلى 10 لكل كيبي، فهذا يعني ضعف الكمية اللي يستعمل يأخذها هسه، وكذلك بتحويل حصص المناطق الواقعة تحت سيطرة منظمة داعش الإرهابية إلى كركوك، ووجه وكيل الوزير بهذا الشأن. بالنسبة لوزارة المالية والتخطيط، طبعا هناك تنسيق دائم بينهما، وأبدوا استعدادا واضحا من أجل دعم محافظة كركوك. وكيف هو تقبل القيادة؟ هلغوت حسن، فضائية كركوك. أكد كسرة رسول علي النائب الأول الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني خلال لقائه رئيس مجلس النواب العراقي سليم